طيب اذا تكملة بس اخر اشي تو نوتس راح احكي النوت الاولى. احنا عملنا سلكشن على اساس التورك تبع المحرك، لكن الحقيقة بنفعنا كمان لما نروح نفتش على المحرك نعرف الباور تبعته، والباور تبعته سهلة. اي باور؟ الاوتبوت ميكانيكال باور، لانه هاي اللي بتكون منشورة في الداتا شيت. فعندي النوت الاولى فايندينج هلا احنا التورك عارفين، والتورك لما بنقول التورك يعني بنعني الريتد تورك، وبعدين ريتد سبيد اللي هي الاسينكرونس سبيد ان رادز بير سكند ات اسليب يساوي 1.5% تساوي هاي اللي هي 103 رادز بير سكند. فالان صار عندي الباور ريكوايرد تبعت المحرك او الريتد باور تبعت المحرك تكون ببساطه حاصل ضرب الرقمين هذول اللي هي 23.5 نيوتن متر في 103.15 رادز بير سكند. حد يحسب لنا الرقم هذا طلع، بيطلع عندي هذا بالوات او بالكيلووات، وهذا بهمنا لما نروح نختار المحرك. واحنا متذكرين هذا المحرك الريتنجز الثانيه تبعته هي بي، هي كانت 6 بولز بير فيز، طلع معكم هذا الرقم 23.5 في 103 2430 2430 34 تقريبا 2.4 كيلووات. سبيل صغير، محرك صغير. وهذا عندي هون 6 بولز بير فيز، وكانت اف فرضناها 50، والريتد سليب 1.5%. هذا بقدر اروح الان افتش والاقي محرك مناسب بالديتا شيت هاي بالمواصفات اللي موجوده هون. اذا لما تروح تفتش تفتش على التورك وبتفتش على الباور، وطبعا بدك تنتبه لشغله 6 بولز بير فيز 50 هرتز والاشياء هاي، والجير بوكس كان بدنا جير بوكس 1 ل 49. هاي كانت النقطه الاولى.